قانون 33-13 كينص بكل وضوح على أن التعاطي لأي نشاط منجمي كيهم عملية الاستكشاف والبحث والاستغلال للمواد المعدنية بما فيها الباريتين لا يمكن القيام به إلا بموجب رخصة معدنية كتسلمها الإدارة المكلفة بالمعادن. نشاط المنجمي خارج الضوابط القانونية يعتبر غير مشروع وكتطبق عليه طبعا المخالفات والعقوبات اللي منصوص عليها في القانون. بخصوص ما جاء في سؤالكم حول تثمين مادة الباريتين، الإنتاج الوطني لهذه المادة في 2022 تقريبا 1 مليون طن. الإنتاج المستخرج من الاستغلالات المنجمية التقليدية ديال لاكاديتاف تقريبا 63%. فمادة الباريتين طبعا كتستعمل أساسا في كمادة مضافة للطين الحفر في أبار استغلال النفط والغاز، كتستعمل أيضا في صناعات أخرى متعددة كصناعة البلاستيك والمطاط إلى آخره. أحيطكم علما أن وحدات صناعية كاينة كتهتم بتثمين هذه المادة قبل التصدير، كتتواجد داخل التراب الوطني، كتقوم بعملية التكسير الأولي والطحن، كتقوم بتركيز الباريتين الخام عبر استخدام مبدأ الفصل بقوة الجاذبية، وكاين وحدات أيضا كتعتمد على مبدأ قوة الطرد المركزي من أجل الفصل المعدن عن الشوائب. ففي إطار المهام المكولة لهذه الوزارة كنقوم بتتبع ومراقبة كل أوراش ومشاريع البحث واستغلال مادة الباريتين سواء عبر المديرية الجهوية للوزارة أو من خلال مركزية لاكاديتاف، واللي خول لها القانون 74-15 حق الاحتكار فيما يتعلق بجمع وتسويق مادة الباريتين اللي كتستخرج من الأوراش المعدنية المغطاة بتراخيص الاستغلال التقليدي. ففي إطار طبعا الرؤية المستقبلية، هذه الرؤية اللي كنشتغلوا لها اليوم بالنهوض بهذا القطاع المعدني والمنجمي، كتعمل الوزارة على مراجعة القطاع الإطار القانوني كله بما في طبعا القانون 33-13، وغادي نوضعوه في خلال هذه السنة في مسطرة المصادقة، أخذا طبعا بعين الاعتبار موضوع سلسلة القيمة لاستغلال المعادن التي من شأنها خلق فرص شغل جديدة وشريفة في هذا القطاع وقيمة مضافة للصناعة المعدنية.